وحشتك اخوي. وانت كمان يا مروان، ما هونتش علي. ربنا يخليك، احنا برضك دم واحد. ولا هونت على امك اللي انت رميتها برا البيت عشان خاطر كريمة وبناتها. ايوه صح، كان المفروض اقول لك مبروك عشان ولدك، بس انا زعلان منك. كان لازم تقول لنا، مهما كان يعني الدم عمره ما يبقى ميه. بيقولوا كمان ان الضفر ما بيطلعش من اللحم. بيقولوا، نفسي اعرف مين اللي بيقولوا دول عشان اطخ كل واحد فيهم معيارين. اللي ما جاله حاجه وطلعت صح. جاي لي يا حسن؟ جاي عشان اقف جارك واوقف ظهرك. هسيبك يعني في اللي انت فيه ده؟ وايه تاني؟ اقعد يا مروان، اقعد. تعال. متزعلش من كلامي يا مروان، بس علشان النفوس تهدى وتتصالح لازم كل واحد يجيب اللي جواه عشان ما يبقاش في ميه راكده تعفن وتطلع ريحه بعد كده. صدقني سؤال محيرني يا مروان. اسأل يا حسن زي ما انت عايز. كيف جالك قلب ترميني في مستشفى للمجانين؟ لو قلت لك مش انا اللي عملت كده هتصدق؟ ايوه طبعا هصدق، امال ايه؟ انت كل حاجه عملتها بتقول انك صادق وعمرك ما تكذب ابدا ولا تعمل اي حاجه تضرني لا انا ولا امك. ما اقدرش الومك على اي حاجه ولا اي حاجه بتقولها. انا اللي غلطان يا حسن، اتصرفت معاكم كيف ناظر المدرسة وانتوا تلاميذ عندي. كان لازم اعرف ان كل واحد فيكم ليه دماغ ويتفكر، بس انا دماغي جابتني وقالت لي لو عملت كده هيخافوا منك ويسمعوا الكلام. طب عشان ننهي الليلة دي يا مروان انت لازم ترجع تاني مستشفى المجانين. ايوه طبعا، امال ايه؟ انت لازم تطلع مجنون عشان نعرف نطلعوك من الخيبة دي، والمرة دي عشان مصلحتك. أصل شهدي دي طلعت إيه؟ بنت عجر ناويها لك، وكريمة مولعة الدنيا. وما تقلقش، دخولك المستشفى هيكون سهل. أنت بس احبك الدور كويس وعيش دور المجنون، ده في الآخر مصلحتك أنت. ممكن اطلب منك طلب؟ أؤمر يا اخوي. انا ما اقدرش اقول الكلام ده لا اي حد غيرك. زينب، لو حصل لي اي حاجه خد بالك منها. ولدي امانه في رقبتك، انت ابوه من بعدي. زينب مش عايزة أي حاجة، لا أرض ولا فلوس. أنا عارف إن أنت زعلان مني وشايل مني. أقسم بجلال الله أنا من أجزام، أنا ما دخلتكش مستشفى المجانين، بس فلوس على قدك. ولدي عشت عمري كله ده انا نظرة من عينيه. انت ولدك راح منك، احسيت بالضنا، كان قلبك اتخلع منك كانه مات. انا ولدي اتقتل مرة، امي اللي قتلته، ومرة بنت عمي اللي قتلته.
ما كنتش عارف اعمل ايه. قول لي لو انت مطرحي هتعمل ايه؟ لو عرفت يا حسن بدأ الحسبني. يا ترى مين فيكم السبب في اللي احنا فيه؟ أبوي بيقول يا عمي إنك طلعت عن طوع جدي وإنه نفذ اللي هو أمره بيه. ما كانش ينفع يعمل غير كده لأن دي كانت وصيته. وإنت بتقول إن الكلام ده مش صح وإن أبوي عبد الحكيم كان حقك. لقيت عربيتك بره، عرفت انك هنا، وعرفت كمان انك رحت لمروان القسم. انت ايه دخلك بالحكايه دي؟ ايه دخلي ازاي؟ مش انا مراتك؟ انت ليه جيت هنا؟ ليه ما كلمتنيش؟ ليه جاي تتكلم مع الميتين وما فكرتش تقعد تتكلم معايا وتقول لي ايه اللي مضايقك؟ ليه يا حسن؟ فين مفاتيح عربيتك؟ فين مفاتيح عربيتك؟ انا عازمك على الغدا، انا اللي هسوق. شكلك عايزني اكلك بايدي. قولي ايه اللي حصل بينك وبينه خلاك زعلان قوي كده؟ اخويا لبنى. ايه؟ مش عايزاني ازعل على اللي هو فيه؟ وهو ما زعلش ليه على اللي انت كنت فيه؟ عقله خانه، مخه خده الحته غلط، ما بتحصلش. ضحك عليك ها؟ تحب اقول لك قال لك ايه؟ قال لك انت اخويا يا حسن، ظهري اللي بتسند عليه، خد بالك من الواد اللي انا طول عمري مستنيه، مش كده؟ قال كده فعلا عشان يلين قلبك ويدوس عليك تاني. افهم بقى، انا عايز اعرف بقى لو انت اللي كنت في الحجز واخوك اللي بره كان هيعمل ايه؟ يلا نقوم. استنى بس، كلامي زعلك؟ لا ما زعلنيش، بس انا مش عايز اسمع حاجه. عشان بقول الحقيقه. حج او مش حج مش عايز اسمعه، مش عايز اسمع اي كلام. انا عايز اروح اقعد في حته لحالي واعيد حساباتي من اول وجديد. يبقى عارف يلين قلبك. استنى بس. كلام تاني انا مش عايز، انا خلاص وداني تعبتني وعجلي هينفجر. خلاص انا مش هتدخل اللي بينك وبين اخوك تاني. حسن انا كل اللي انا عاوزاه ان ابقى معاك، انت ما بقتش معايا خالص، انا ما بقتش عارفه عنك حاجه. هتعرف ايه يا لبنى؟ ما في حاجه عشان اخبيها؟ لا مخبي، وبقيت متغير وبتتصرف تصرفات غريبه. حسن انا مراتك وأحب أشوفك فوق الكل. حتى لو بقيت أعلى من أبوكي؟ أنت لما تعلى أنا هعلى معاك. مش أنا وأنت وبس، لا أنا وأنت وولادنا. اللي بكرة لما يجوا الدنيا لازم الدنيا كلها تبقى تحت رجليهم وما يحتاجوش حاجة. حسن، الدنيا للي يقدر مش للي يتمنى.